الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، موجز لأهم الأنباء. أهلا بكم من القاهرة الإخبارية، عاصمة الخبر. بدأ القادة المشاركون في قمة العشرين التوافد إلى مقر انعقاد القمة في مدينة بالي بأندونيسيا، ومن المقرر أن تبدأ القمة أعمالها اليوم وتستمر على مدار يومين، حيث يناقش القادة والزعماء العديد من الملفات وسط تحديات صعبة. لكن يطغى ملف التعافي الاقتصادي العالمي على جدول أعمال القمة، إلى جانب تداعيات الأزمة في أوكرانيا والتحول الرقمي وأزمة التغير المناخي. هذا وقد التقى الرئيس الفرنسي ماكرون الرئيس الصيني على هامش القمة، ودعا ماكرون إلى توحيد جهود لوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وعلى هامش قمة العشرين بأندونيسيا، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه اتفق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على وضع قواعد وظروف محددة للتعامل مع القضايا بين الجانبين. وأضاف بايدن أنه حصل على تأكيدات من بكين بعدم وجود أي خطة لاجتياح تايوان، وأن أي خلافات سيتم حلها سلمياً. هذا وعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ لقاء على هامش مشاركتهما في القمة، حيث أكد جو بايدن أن بلاده ملتزمة بالحفاظ على قنوات الحوار مع الصين. كما شدد الرئيس الأمريكي على أنه يجب على بلاده والصين العمل معا لمواجهة التحديات العابرة للحدود مثل تغير المناخ واستقرار الاقتصاد الكلي العالمي. من جانبه قال الرئيس الصيني إنه على استعداد لحوار صريح بشأن العلاقات بين البلدين. أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن بلاده ترفض رفضا قاطعا القرار الأممي بشأن التعويضات الروسية لأوكرانيا. كانت الأمم المتحدة وافقت على مشروع قرار ينص مسؤولية روسيا عن دفع تعويضات لأوكرانيا، وشدد القرار الأممي على محاسبة موسكو وتحميلها التبعات القانونية لعملياتها العسكرية وإجبارها على تحمل مسؤوليتها عن الخسائر التي سببتها بأوكرانيا. كما أوصى القرار الدول الأعضاء بتعزيز وتنسيق جمع الأدلة على الانتهاكات الروسية. أدانت وزارة الخارجية العراقية ما أقدم عليه الجانب الإيراني من قصف مدفعي وبالطائرات المسيرة على عدة من مناطق إقليم كردستان العراق التي أوقعت العديد من المواطنين بين قتيل وجريح. وصفت الخارجية العراقية هذا النهج الأحادي بالعدائي، مؤكدة أنه لن يكون عاملا للدفع بحلول تفضي للاستقرار، وأنها ستتخذ إجراءات دبلوماسية عالية المستوى في هذا الجانب. تواصل قمة المناخ كوب 27 فعالياتها لليوم العاشر في مدينة شرم الشيخ المصرية. يناقش جدول أعمال اليوم دور المجتمع المدني في تعبئة وضمان تنفيذ الالتزامات والتعهدات المتعلقة بتمويل المناخ. كما تتضمن جلسات اليوم بحث سبل تحقيق انتقال عادل للطاقة في أفريقيا وتوفير الطاقة النظيفة في وقت الأزمات العالمية، وأيضا التشديد على ضرورة التوجه نحو الاقتصاد الأخضر. ختام الموجز، شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.